بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك، نور. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم وكابتن علاء ميهوب نصام عرابي وكابتن عادل ابو رحمه. نور يا كابتن. نور يا كابتن. الله يخليك. مبروك النادي الاهلي على الفوز وحظ افضل لنادي الاتحاد السكندري. كابتن ايمن، المباراه بنتكلم في تقييمها بشكل عام، هي مباراه صعبت على حكم المباراه كابتن عادل الشوط الثاني نتيجه الاختبارات اللي هي داخل منطقه الجزاء، ودي بتبين معدل الحكم. هل الحكم عنده قدره وعنده تركيز ان هو يركز في التفاصيل الصغيره ولا لا؟ النهارده احمد الغندور، النهارده انا بشوف من وجهه نظري والكلام ده من خلال الحالات التحكيميه اللي نجيبها، ان هو ادار افضل مباراه مظبوط من المباريات اللي لعبها خلال هذا الموسم، مش هقول يمكن الموسم اللي فات. وحاول الكلام دوت ليه؟ نتيجه التركيز، نتيجه اللياقه البدنيه العاليه جدا، نتيجه التمركز الرائع كابتن عادل كابتن علاء في لعبه هتلخص كل الكلام ده. والبعض قال ركله جزاء على عمرو السوليه. النهارده انا بحيي عمرو السوليه.